أعلن اليوم مجلس الجلوس على العرش في بريطانيا رسميا تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، وانطلقت مراسم التنصيب صباح اليوم باجتماع لكبار السياسيين والمسؤولين في قصر سان جيمس في لندن. ومنذ تاريخ تولي الملكة إليزابيث الثانية الراحلة العرش، تعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها حفل التنصيب، حيث وقع الملك تشارلز على بيان تنصيبه ملكا على عرش بريطانيا. للإشارة فإن الأعلام منكسة حدادا على رحيل الملكة إليزابيث سترفع مجددا بعد تنصيب الملك تشارلز، ثم يعاد تنكيسها بعد غد الأحد.